السيد المسيح الذي أتحفنا بقصة الغني الغبي. الغني الغبي أهدم مخازينه وأبني أعظم منه وأجمع ثروته كله وتمتعي نفسي بسنين عديدة. أنا كاتب إيدي سأهدم في المخازن ثم أبني، زي ما قال الرجل ده، سأهدم في المخازن ثم أبني وأجمع فضتي وأضم تبري وأغرس لي فراديسا كبارا بأثمار وأطيار وزهري وأخطف وردة من كل غصن وأطرب مسمعي من كل طير وأسعد بالحياة ومشتهاها وأنعم في رفاهية وخيري وأبني معبدا للمال ضخما أقدم فيه قرباني وشكري. وماذا بعد هذا؟ ليت شعري سألقى الموت مهما طال عمري، وهذا المال يا ويحي عليه سأترك كل أموالي لغيري وأفنى مثل مسكين فقير وأرقد مثله في جوف قبري ونسمة قبره ستهب حولي ولا تفريق بين غنى وفقر. يا للغنى.